Hi, Mom. You make my life sweeter than chocolate, so happy Mother's Day. I love you. Bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. مظبوط. سويتر ذان شوكليت، وما بتنصح مثل الشوكليت يعني، بس هي صحيح بتدل ورانا لحتى تطعمينا يعني، بتنصح كمان بطريقه مباشره او غير مباشره. على كل الاحوال متابعين معكم محطاتنا الحلو بلبناني اليوم مع ضيفنا بالاستوديو. اليوم رح نحكي عن جرين اوبورتونيتيز مع ضيفنا بالاستوديو مدير مشروع جرين اوبورتونيتيز السيد نادر حويلا. نادر صباح الخير، وأهلا صباح النور فيك. شكرا معنا اليوم بالاستوديو عالم الصباح. بدايه جرين اوبورتونيتيز مشروع صار له تقريبا 4 سنوات بلبنان، خلينا نخبر العالم كيف تم انشائه وعلى اي اسس بيرتكز. اوكي، هو من اسمه جرين اوبورتونيتيز او الفرص الخضراء، فكرته انه ولابس كرافات خضراء كمان اليوم، ايه تتلبق تتكمل الصوره كلها. ايه. الفكره هي انه اي شركه بلبنان ممكن تساهم بالبيئه، تحافظ على البيئه، وبذات الوقت توفر على حالها مصاري. فهو عصفورين بحجر واحد. وهذا الشيء طالما يعني في توفير بالمصاري وحتى فيها تعمل مصاري بعدين وتحسن الصوره تبعها قدام زبوناتها وحتى موظفينها، هذا الشيء بهم القطاع الخاص. فنحن افتكرنا انه خلينا نعمل هالشغلتين، انه نحافظ على البيئه ونقدر نقول لهم للشركات كيف ممكن هن يحافظوا على جيبهم بذات الوقت، وطلعنا بهذا المشروع واسمه فرص الخضراء او جرين اوبورتونيتيز، انه في فرصه من وراء المحافظه على البيئه، مش بس فرصه بيئيه بل كمان فرصه ماليه وماديه. صحيح، يعني كثير اساسيه هيدي الشغله، لانه بنعرف انه لبنان يمكن اوقات قد ما عم نشتغل على موضوع انه نشر الوعي البيئي عند العالم، وقد ما بنقول لهم انه لا فعلا فيكم توفروا كثير اموال اذا اشتغلتوا على صعيد البيئه واشتغلتوا على صعيد استعمال ادوات يعني صديقه للبيئه او ايكو فريندلي، بعده اوقات لمعتقد السائد انه لا يمكن هالشيء ممكن مكلف، ممكن هالشيء ما يكون عنده هالقد مردود مادي، او يمكن حتى ما يكون هالقد عنده انتشار بالسوق. قديش فعلا عم بتحاولوا تشاركوا من خلال جرين اوبورتونيتيز انه تزيدوا عند الشركات وعند ايضا المستهلكين؟ اول شيء عم نخبرهم انه يعني اول شيء نسمع اعتراضاتهم انه الموضوع مكلف. مزبوط مكلف بالاول، بس من بعدين في له مردود على المدى الطويل. نعم. بنقول لهم انه هيدي اول شغله، ثاني شغله انه منه محدود بقطاع واحد، ان كان مصنع او ان كان شركه صغيره او مكتب صغير او شركه اي تي، في يكون لها دور بهالموضوع. نعم. هلا نحن لما نفرجيهم غير شركات شو عملوا ان كان بلبنان او حتى برات لبنان وكيف نجحوا بتجربتهم وكيف نفعتهم على المدى الطويل، ساعتها بيقتنعوا، بيكونوا مستعدين يسمعوا ويجربوا ويبلشوا يستثمروا بهالموضوع. المفتاح هو انه يشوفوا تجارب ناجحه ثانيه. نعم. وموجوده. فنحن اذا بدنا ننشر الوعي مش بس بنخبر، بدك تقنعيهم انه في غيركم عمل نفس الشيء مثلكم، بيشبهكم، عمل نفس الشيء ونجح، شوفوا النتائج، ساعتها ما بيقدروا يقولوا لك شيء. صحيح. اعتراضهم بيصير انه لا خلينا نجرب. هون ذكرت موضوع المصنع، يعني والمصنع اللي هو يمكن اول شيء بيخطر على بالنا لما بنقول تلوث، دائما بنفكر انه يمكن المصانع هي اكبر مصدر، واللي هو مزبوط يعني ان سم واي انه ايه مزبوط. المصنع هو اكبر ملوث للبيئه ان كان ما نشتغل عليه على ولا تم ضبط المواد الملوثه كمان اللي بتطلع من اثر هالمصنع. اذا بنحكي فعلا بالتفاصيل الصغيره، لانه اوقات بنقول انه بيجهلوا يمكن هالتفاصيل الصغيره، شو هن هالادوات او شو هن هالمواد الصديقه للبيئه او الايكو فريندلي، كيف هن فعلا الامثله اللي بتطرحوها عليهم لحتى تكون مفيده لكل شخص هلا عم يسمعنا عبر هالشاشه. بدي اعطيكي مثال المصنع. أكيد. طيب المصنع اول شيء نحن واقعيين كثير، ايه المصنع بيلوث، ومش عم نقول للمصنع ما بقى تلوث ابدا. ايه. زيرو ما فيك، هيدا منو طرح واقعي. صحيح. بنقول له التلوث تبعك فيك تخففه، هي اول شيء عم نحكي مينيمايز. ثاني شيء النفايات اللي بتصدرها المصنع او الاندستريال ويست، نفايات الصناعيه. هيدي ممكن تتحول لمورد، بدل ما تكون نفاياته مشكله ممكن تكون مورد وممكن نستعملها كحل. صح. كشيء ممكن نستعمله بغير محل. يعني مثلا المصنع ممكن يعمل مش بس برودكت، يعني مش عم بحكي بس بالبرودكت اللي بيستعملهم، لا كمان حتى بالعمليه انتاج البرودكت. هيدي العمليه ممكن تصير فعاله اكثر، انضف اكثر، يصير في تغييرات على انواع الموتور اللي عم يستعمل اللي عم يتم استعماله، على الموظفين اللي عم يشتغلوا، بشكل انه بالاخير النفايات الصناعيه ممكن يجمعوها ويستعملوها تيعمل ببنايه مثلا، يستعملوها لطاقه، يستعملوها لسماد. نعم. ويبيعوها للزراعيين. فهون صار المصنع مش عطلان هم من النفايات الصناعيه، صار لا بده يطلع نفايات صناعيه لانه بيعرف كيف يعالجها. نعم. فهو الفكره بالمعالجه بخلال العمليه الصناعيه كلها،
بالاخير يطلع منتوج وما يطلع مشكله. هيدي بالمصنع. صح، هيدي بالمصنع اللي هي مثل ما قلنا يعني يمكن على راس الهرم بالنسبه لموضوع التلوث لما بنفكر. انه ايه اكثر شيء بيتبهدلوا انه بياكلوه عيد المصانع. انه يابا هول كثير بيلوثوا. مزبوط، ما في مهرب من التلوث بدرجات معينه، بس في محلات ممكن نعالج التلوث ويصير عندنا بدل ما يكون مشكله يكون مورد، يكون فرصة، يكون منتوج ممكن نستعمله بغير محلات. أكيد. كمان بالنسبة لموضوع الواجهة البيئية لأي شركة، يعني هذه المفروض تصير محط أنظار أو محط جذب أيضا للمستهلكين ولا أيضا أشخاص مستثمرين بهيك شركة. قديش فعلا ممكن يشتغلوا على الواجهة البيئية كشركات لحتى نعطي مثال أيضا للأشخاص اللي عندهم شركات صغيرة أو شركات كبيرة؟ ممكن أول شيء هلا المفروض يبلشوا من قلب البيت، يعني بده يسقفوا الموظفين اللي عندهم ليش مهم يروحوا باتجاه بيئي. نعم. ليش هن خصهم بالموضوع؟ ليش بيفيد الشركه كلها؟ بيعطوهم كمان فرصه انه يقرروا الموظفين انتم شو رايكم؟ البيئه بتعنينا كلنا. صحيح، بتاثر علينا كلنا وكلنا معنيين، يعني كل فرد بيعمل فرق فعلا 100% بموضوع البيئه، كلياتنا معنيين. فهون الموظفين ممكن يطلعوا بافكار انه مثلا كيف يعملوا اعاده تدوير بقلب الشركه، هيك ساعتها مشكله الوراق بطلت مشكله، مشكله البلاستيك بطلت مشكله. وصار في ثقافه هيك بالشركه انه اوف ايه كل يوم في حديث بي اوكي انا عملت ريسايكلينج لاوراق اكثر منك، لا انا بدي اعمل اكثر منك ثاني مره. هلا بيخلق هذا الجو بالشركه، من بعدها بيصير في التعاطي مع مع الزبونات، بيصير في لغه جديده عم تحكي معهم فيها انه في عندنا هيدا البرودكت الجديد، هذا المنتوج الجديد، وعندنا هيدي الخدمه الجديده بيئيه، شو رايكم نجربوها؟ الزبون ما حيرفضها طالما حتكلفه اكثر بكثير، حيجربها. وزبونات هالايام والعالم هالايام كمان بتحب تفوت بهذا الجو، انه والله يابا انا بيئي وعملت شيء من شركه بيئيه. فهون ساعتها الواجهه انبنت من جوا وصولا للخارج، والزبونات عندهم يعني تقبل كثير ايجابي لهالموضوع، بحبوا يعملوا شيء غير. اكيد. جرين اوبورتونيتيز عم تشتغل على الواقع الالكتروني اكثر، يعني حتى على صعيد كل شيء اونلاين، لانه ما نعرف اكيد قديش بتصير هالشغله متداوله بين كل الشركات وحتى على صعيد الافراد ايضا. قديش فعلا عم تقدروا تبسطوا اذا فينا نقول سيادتكم عبر المواقع الالكترونيه اللي عم تشتغلوا عليها من خلال جرين اوبورتونيتيز وايضا المشاريع اللي عم تقدموا عليها؟ هلا الموقع الالكتروني نحن بنعمله انه يكون مرجع، مرجع لاي شركه مثلا بدها تبلش بانها تروح باتجاه بيئي، مين ممكن تستشير، مين بلبنان ممكن يبيع منتوجات كمان صديقه للبيئه، مين ممكن يعطيها استشارات صديقه للبيئه. هيدي من ناحيه، من الناحيه الثانيه الاخبار البيئيه الموجوده. نعم. اللي خاصه بالجرين بزنس بلبنان كمان موجوده. هيدي تنقول انه في شركات عم يروحوا بهذا الاتجاه وعم ينجحوا، وهي اخبارهم. وبعدين كمان في عندك شركات مضيوا معنا تعهد صغير انه هن مستعدين يروحوا باتجاه بيئي من خلال منتوجاتهم والخدمات اللي هن بيعطوها. هول الشركات نحن عم نعطيهم مساحه بقلب الموقع الالكتروني، مبين اللوجو تبعهم ومحطوط هن شو عاملين. فبهيدي الطريقه اللي مهتم يروح بهذا الاتجاه، هذا الموقع البسيط ومبين انه منه كثير معجق كمعلومات، لا من الاخر عم نحكي معه للزبون وحتى لصاحب الشركه انه شو هن الستبس خطوات بهذا الاتجاه، مين الشركات اللي جربت، شو اخبارهم، مين ممكن تستشير انت بهذا الموضوع، وكله له علاقه بلبنان. يعني مش احنا عم نحكي انه شو فيك تعمل، شو عملوا بامريكا وشو عملوا دبي وهذا، لانه القطاع الخاص اللبناني بهمه اول شيء شو ممكن يعمل هون. صحيح. طب كيف ممكن التواصل معكم؟ يعني على صعيد الويب سايت قديش فعلا بيقدروا يفوتوا عليه ويعرفوا معلومات، وقديش هو انتراكتيف، يعني بيطرحوا عليه اسئله، بياخذوا استشارات، ان كان على صعيد افراد وان كان على صعيد شركات؟ هلا نحن انتراكشن نحن حاصرينه بايميل اللي هو green@infoproduct.com.lb green. هلا اخذوا عطى على الويب سايت، هيدا منه هدفه. نعم. الهدف نعطي معلومات. هلا حدا عنده اسئله بيحكينا ممكن يوصلنا بسهولة، بس شغلته الويب سايت يقدم معلومات تكون مرجع، يعني معلومات صالحة لليوم وبكرة وبعد بكرة، ويضلوا يكون في اشياء جديدة عم تنحط عليه. نعم. فكمرجع نحن بهمنا انه الزبون يكون متلقي، واذا بده يعطي او يعمل انتراكشن يعملها عنده بالشركة بطريقة بيئية، ساعتها كلنا نكون مبسوطين وتحقق الهدف. نادر، كمان مشاريعكم يعني مش عم توقف بس على هذا الموضوع، في مشاريع مستقبليه كمان جايه قريبا، شو هي هلا ابرزها؟ هلا اكثر شيء بيكون عندنا هلا تقريبا 120 شركه ماضيين هالتعهد الصغير قلت لك عنه. هلا طموحنا نحن نوصل لل 1000 شركه، هيدي شغله. شغله ثانيه اكيد
الموقع الالكتروني لحاله بيكون جزء من الميكس كله. نعم. فاكيد مهم يكون في مؤتمرات بهالموضوع، نحن بنكتب مقالات بهالموضوع، طلعنا كتاب اسمه جرين اوبورتونيتيز هاند بوك. وين موجود الكتاب؟ موجود بكل مكتبات. نعم. بلبنان واكيد موجود عندنا بالشركه، اسمه جرين بزنس هاند بوك. فاذا بالمكتوب حتى بالمؤتمرات وكمان بالموقع الالكتروني كلها على بعضها يعني مشاريع بتقول انه وين ما بدك مصدر معلومات لهالموضوع موجود، بدك تسالنا نحن موجودين. المهم استفيد من هذا الاتجاه لانه غيرك جرب ونجح، وبالنهايه هيدا لمصلحتك ان كان للصوره تبعك كشركه حتى كجايبتك، انت بنهايه كل بدك النهار تربح بالنهايه. صحيح. بدك صحيح. تربح بطريقه كمان خلاقه اكثر هلا. اكيد. نحن متشكر كثير بوجودك معنا، شكرا كثير لك نادر، واهلا وسهلا فيك باستوديو عالم صباح، مدير مشروع جرين اوبورتونيتيز. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات بالسينما ورشه تمليح مع الشيف شادي، خليكم معنا.